ياه يا ولاد الايه، وحشتوني قوي بقى. معقولة؟ معقولة السنين دي كلها معرفش عنكو حاجة ولا شوفكوش؟ الا قولي لي يا اختي، هي مين دي اللي قاعده جنب انجي؟ مش عارفه يا اختي ايه الجيل الجديد اللي دخل علينا ده. ما تقومي يا شاطره تلعبي مع اصحابك بره، القعده دي قعده كبار. هو انتوا مش عارفين دي مين؟ لا دي رجروجه. ايه؟ نيو اديشن. رجروجه بتاعتنا؟ رجروجه بتاعت زمان دي؟ ايه يا اختي، ايه يا اختي، ايه يا اختي، ايه يا اختي، انت ما بتكبريش يا اختي، الزمن ما بيعديش عليكي، على طول قطه ومقطقطه كده. اصل الحقيقه انا عملت عمليه. رحتي بيروت؟ لا بيروت ايه، بقت قديمه قوي قوي. انا رحت بلوتو على كوكب تاني، والدكتور هناك عمل لي نفخ شد وقص ولزق وزرع شعره وحاجات لطيفة قوي كده. انت مبرقة ليه كده؟ لا ما هو قال لي عندي مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الاندهاش، أفضل على طول مندهشة كده حتى لو ما فيش حاجة مندهشة لها، وبعدين أخش على المرحلة التانية. اللي هي إيه؟ المرحلة التانية مرحلة الطز العامة. إيه؟ آه أيوه أيوه بالظبط، هي مثلا الشفافي مش بتطبق دلوقتي على بعضها. هي مرحلة ايه؟ دي هاي يعني مرحلة لا زعلانة ولا متأثرة ولا مبسوطة ولا أعرف أعزي ولا أعرف أبارك ولا أي حاجة، فلات فلات كده. بس أنا الحقيقة بقى طلعت ناصحة قوي، قال لي أنتوا الكوكب اللي أنت جاية منه ناصحين جدا، جبت القصائص معايا. قلت لهم فضلك اديني القصائص اللي انت قصيتها عشان لما احب اي في وشي تاني عند اي تزي، قصدي اي دكتور، يلاقي الحاجات. انا ايش عندك يا اختي قصقصتين بقى؟ تضحكيش قوي يا رجاء، هتفتقي يا اختي. ايوه زي ما انت قلت لي في التليفون بالظبط، بخاف اضحك كتير لفتة بعدين. انت عايزه اخدك معايا انت بالذات، عارفه لما يسوي ينفخوكي شويه حبيبتي محتاجه انت. والله زمان يا انجي، كبرنا وعجزنا يا انجي. كبرنا وعجزنا دي كلمي عن روحك يا كاميليا، انا لسه يا اختي في عز شبابي. بقول لك ايه يا اختي، هما مين اللي قاعدين جنب كاميليا دول، تيك وتاك؟ ده مش فاكرهم، البنتين بتوع الخناقات زمان دي وضرتها منال. منال وميسون؟ ايوه. ومالهم يا اختي قاعدين مؤدبين كده ليه؟ لا مش مصدقه. الله يا انجي على نمني عيني، انا مضطره مش اكتر يعني، خلاص بقى صحتي راحت، ما بقتش قادره كده اقوم اعفقها اجيبها من شعرها وانطرها يمين وشمال. ليه يا اختي؟ صحتي راحت وشعرها اتنحل. وانا يا اختي يا انجي خلاص عظمتي كبرت يا اختي، ورميت طوبتها وما بقتش قادره اتكلم اصلا. طوبه لما تلبس في اريا دماغك وليا كبيره وشايبه وعايبه وقلتش الادب وشكلي اكلك دلوقتي. يا اختي يا اختي مؤدبين اهو، بدا اسكتوا بقى اسكتوا بقى. هم كده خلاص، هم بعينهم ريمو وميسون. لا منال. منال وميسون. طب بقول لكم ايه، ايه رايكم قبل ما الحفله تبتدي نلعب مع بعض نسلي وقتنا؟ قاعدين نلعب. هنعمل ايه؟ نقزقز لب؟ قزقز لب ايه؟ امال ايه؟ هو انت فيكي اسنان يا رجاء؟ لا بقول لك ايه، لو في دوم هاتهولي. دوم يا حبيبتي؟ نفسك في دوم؟ هجيبهولك عصير، حاضر. اصل انا حفيدتي كيمي بتلعب لعبه حلوه قوي اسمها لعبه الصراحه. ايوه ايوه الصراحه عارفاها، انا كمان احفادي بيلعبوها. لا الصراحة يعني هي شكلها كده من اسمها لعبة جر شكل وبتجيب المشاكل، وأنا ما بحبش المشاكل، وأنا يعني لما ببقى في نيتي وضميري من جوايا كده، لما يكون في شخص عايزة أقطع معاه أو أخسره بعامله بمنتهى الصراحة. وأنا يا منال عايزة أعلمها لك عشان نخسر بعض بصراحة. أنا عايزة أعترف لكم بحاجة، أنا صحيح شديت وشي وباين إن أنا صغيرة، لكن نفسي لسه زي ما هو، عجوز.
لا خلاص بقى، اللعبة دي كده شكلها لعبة رسلة وغشيتة. في صحتك يا بلبل. احنا دي سكر زيادة، دي مظبوط حلوة. يا عم دي لعبة ظريفة، أدينا بنتسلى لحد ما الحفلة تجهز، بس كل واحد يقول اسمه الأول لأن مش فاكر حد فيكم. أنت مين أصلاً؟ أنت مين؟ إيه؟ أنت مين؟ أنا اللي هأكلكم على حسابي يا ولاد الكلب. تلعب؟ تلعب إيه يا ابني؟ الناش بتكبر وتعقل، أنت بتكبر وتتجنن. وانت خايف من ايه يا اسماعيل؟ اسماعيل مين؟ اللي بيتكلم وخلاص. عشان فضايحك كلها معايا يلا نلعب، انا بموت في التفاهة. هو انت لو ما كنتش تافه كنت بنيت نفسك بالبلوتين دول يا تافه. ايه ده انت قايم ماشي؟ ماشي ايه؟ ماشي ايه دي غازات؟ اف الله يقرفك. اف انت واكل حمار. ايه الريحة دي يا جماعة؟ انت مين يا ابني؟ ميرفت امين. يا ولاد يا ولاد احترموا شنكوا بقى، وبعدين بلاش موضوع اللعبة دي عشان ما زعلناش من بعض. نزعل من بعض ايه؟ دي لعبة، وبعدين هو احنا عيال؟ انت حاطين حاجة في العصير ده ولا ايه؟ بقول لكم ايه، انا شايف بسين هناك عايزين بقى نسوان ومايوهات ومليطة. اللعبة اللي هنلعبها دي حس الامن بيقول ان فيها حاجة. حسك الايه؟ حسك الامني؟ حسك عينك اشمع الكلمة دي خالص، انت فاهم ولا لا؟ تعالي يا حبيبتي اقعدي على حجر جد وما تخافيش، تعالي. خدي. ما تيجوا يا جماعة نغني أغنية من بتوع زمان، فاكرين؟ ارفع إيدك فوق لو مد إيه هتروق. يا سلام على الأغاني الفولكلورية الجميلة. فرتكة فرتكة يلا! فرتكة فرتكة وعشك شكا. فرتكة فرتكة عرشي وعشك شكا. أغنية العندليب الأشمر أوكا وأورتيجا. عايزين ننجز يا جماعة، الترابيزات والحاجات دي والمفارش مش عايزه بقع على مفرش، كلها نظيفه، والكراسي لو سمحت تكيسها كويس ماشي، وتطلع الكراسي دول من الكيس وتفرشها. بص بقى انت الاضاءه عايزاها تنزل كده على الشجر، مش عايزه لمبه مطفيه، كله سليم خلاص. اتفضل يا جماعه نظيف، المفرش ده عايز يتغير. يا شباب ايه قلبي تقولوا ايه؟ لا ولا حاجه تمام، هو تقريبا التورته على الاصول وانا ظبطت لكم كل حاجه، انت طلبتوها مني جبتها. الحفله دي ان شاء الله هتجنن. الحفله دي هتجنن. هتجنن؟ مش عارف جايب الثقه دي منين ولا انا بصراحه. طيب انا متشائم من التجمع ده، فممكن ندعي مع بعض؟ يا ريت يا ريت. ممكن تدعي معانا؟ يلا نبص بقى. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. كمان واحده يا رب يا رب. من القلب يا ماما، من القلب، من جوه. يا رب يا رب يا رب الحفله تعدي على خير. يا رب الحفله تعدي على خير. يا رب يرجع لهم الذاكره. يا رب يرجع لهم الذاكره. يا رب نورث. ما بتقولوش ليه؟ ما انت اصلك مادي قوي. يا معلش بقى يا سولي. يلا بقى. يا رب نورث. يا رب نورث. يا رب نورث تاني يا سولي. مش هقول. معلش معلش معلش، ومش بالدولار يا رب، بالجنيه. بالجنيه حبيبي. ايه اللي انتوا فيه ده انتوا الاثنين؟ ايه دولار ايه وجنيه اللي انتوا فيه؟ بيني وبينكم يا جماعه انا مش مرتاح للتجمع ده والله. دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. ماشي انت. يلا بينا ننظف. يلا يلا قدامي. يلا بقول لك ايه يا منال، قولي لي بقى يا حبيبتي ايه الموقف اللي انت عملتيه وندمانه عليه؟ بصراحة بقى يا إنجي، يعني في حاجة عملناها كلنا بس أنا ضميري مأنقبني عليها من بدري قوي. كلكم مين وعملتوا إيه يا أختي؟ مش أنا وإنتي وكاميليا كنا عاملين جروب كده ومسميينه إحنا التلاتة سكر نباتة و... فاكرة فاكرة أيوة. وكنا بنجيب في سيرة رجاء ونقطع في فروة ميسون ونشتم في سيدة وما سيبناش حد.
ماله بقى يعني الجروب ده؟ بصراحه بقى انا والبتش كاميليا ورجاء عملنا جروب تاني من غيرك. يعني نطرتوني بره وماله مش زعلانه؟ لا ما هو مش هي دي الصراحه، في اسرح من كده. اصلا الجروب كان معمول عليكي، امال هنم على مين؟ كنا بنتنقد عليكي وعلى عفانه شقتك وقله ادب عيالك وجوزك اللي ماشي على حل شعر وابوك اللي كبر وخرف. يختي يختي يختي. بس انا والله يا انجي انا ما كنتش بشتمك، هما اللي كانوا بيشتموكي، انا كنت بنم بس. كده يا رجاء ما كانش العشب كده بقى، انتوا كلكوا تعملوا فيا انا كده في الوش مرايه وفي القفص اللايه وماسكين فروتي بتقطعوا فيها وانا اقول انا قرعت ليه؟ لا يا انجي ما تفهمنيش غلط يا حبيبتي، انت اكيد فاهمه الموضوع غلط، انا هفهمه لك بيني وبينك. انت تسكتي خالص، انت طول عمرك بتغيري مني يا ام سرم. انت انا ام سرم يا انجي؟ بتشتميني يا انجي؟ ايوه مش سرم واحد، سرمين بقى. ده لبس يناسب سنك، عيب عليكي. مش الطقم ده اللي انا مسلفهولك ايام المحطه؟ ماله يا اختي، ماله لبسي وماله سني؟ ايه مشبهشي ولا مشبهشي؟ اشمعنى يا اختي رجاء؟ ايه مالها رجاء يا حبيبتي؟ الله لا يا اختي لا، شغلتي فينا بيتشك؟ لا انا اقوم اجيبك من شعرك. انا حلوه وبصحتي وتشهد عليا دريتي، اوديكي فين يا ايوه؟ ايوه ما هو ليه حق شريف يتجوز عليكي يا شاله انتي، ويجيب لك دره تقعد على قلبك في البيت. ولا ازعل ولا اتاثر ولا اتهزي يا حبيبتي، هو كان راح يتجوز عليا هند رستم؟ ده راح يتجوز عليا واحده شبه وائل الابراشي، دي عقاب شريف بيعاقب نفسه بيه عشان يحس بالفرق. لمي نفسك يا منال يا صفرة، ما هو معاه حق، سابك ملقحة في البيت وحبني انا يا اختي واتجوزني. يا بنتي ايه يا دول؟ ايه يا دول؟ لا 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 ما ينفعش كده ابدا، ما يصحش. تنسيتوا ان انتوا بتلعبوا؟ قلبتوها جد. انا زعلانة منك يا رجاء. ايوه يا حبيبتي، طب دول شوية شراشيح، انما انت يا جوجو يا محترمة يا مؤدبة تعملي فيا كده؟ اخص عليكي اخص. ما خلاص بقى يا انجي، هي صوره انت ما صدقتي. شراشيح ايه يا اختي؟ شراشيح ايه؟ والنبي لو مسكتي لا هقوم امشي. الله ما تمشي يا اختي. اه شراشيح، امشي، عايزه تمشي امشي، الباب يفوت جمل. في ايه؟ امشي امشي، بس قبل ما تمشي واحده واحده فيكم تقول لي كانت بتنم عليا تقول ايه، وبعد كده في 60 ده. لا يا حبيبتي، وانا كنت ازحى المشوار ده كله عشان امشي والنبي ممشي قبل ما اكل الشورته واغني وارقص كده. بيقول لي هاتي بوسه يا مسبتي ويا دي الحوسه، ايه الواد فاكر هكوسه اديله ولا ايه؟ يا جماعه يا جماعه وقفوا كل حاجه عشان الحفله باصت. بنتي بتحب تهزر. ظريفه زي باباكي. بحبك قوي حبيب بابي. ده هزار مش كده؟ لا انت ما شفتش ايه اللي حصل مع انا واصحابها، هي خدت المسدس وهتموتهم كلهم. مسدس؟ يعني تعبي وشقايا ده كله هيروح كده؟ يا مي تعبك وشقاكي ايه بس يا مي؟ خلينا في صور امك اللي هتنزل في صفحه الحوادث بكره. انا قلت من البدايه ان انا متشائم من التجمع ده. يا جماعه دي ناس اكسبايرد، يعني اللي جاي كله سواد، هنروح في داهيه. يعني احنا مجمعينهم علشان يقضوا وقت ظريف ولا عشان يقرفونا؟ هو ده سؤال ولا ندم؟ خلاص بقى يا طنط انت وهي. الله احنا متجمعين النهارده عشان نتكلم عن ذكرياتنا الحلوه، فاهمين ولا لا؟ خلاص يا انجي ما تزعليش، المسامح كريم يا حبيبتي. خلاص يا رجاء خلاص، ما اقدرش اقول لك حاجه. ويعني هو انا اللي مش متربيه؟ ايوه انت شلق. لا انا ما اقدرش اكسر لرجاء كلمه، ليه بقى؟ لان هي الكبيره اللي فينا. ما تلم نفسك يا تمت، في ايه يا حبيبتي؟ ده انت تخلفيني، اهدى بقى، لم نفسك احسن لك. عشان تعرفوا قد ايه انا مستحمله الوليه دي لما ما بقاش فيا خلاص. لم نفسك يا ميسون، بدل مبرك عليكي ابطتي. اسكتوا بقى اسكتوا، ما هي بطاطه خلقه بقى. انجي يا حبيبتي انا عارفه ان احنا اصحاب وعمرك ما تزعلي مني ابدا ابدا ابدا. شوف المحن. ماشي يا كاميليا، انا عامه بزعل من البني ادمين عشان كده ما بزعلش مني. يو قصدك ايه يا انجي؟ ولا حاجه. لا يا اختي مش ولا حاجه، ده انت قصدك وقصدك وقصدك. مش انا قلت لك خلاص انت وهي خلاص؟ في ايه؟
أنا عارفة يا حبيبتي إن أنتي مجمعانا النهاردة عشان نسترجع مع بعض أيامنا الحلوة وذكرياتنا الجميلة. أوه. مش الكلام الفاضي الوحش ده. عندك حق يا رجاء، ذكرياتنا المهببة، قصدي ذكرياتنا الجميلة. خلاص خلاص رجعوا الحفلة تاني، تصلحوا تصلحوا. يلا بقى ترجع الحاجة تاني زي ما كانت، الحمد لله يا رب. في ايه يا مي انتي ما بتفرهديش؟ هو ايه اصله ده؟ وبعدين امك عليها حركات بصراحة. يا جماعة المهم نرجع كل حاجة زي ما كانت. عمور انا مش قادر بجد، انا من الصبح تعبان ومفرق، انا اصلا مطبق من امبارح. سولي كله يهون عشان خاطر بابا وماما. مي بابا وماما لو بيتعرفوا على بعض من الاول ما كانوش عملوا كل ده. مش احسن من امك كانت موتتهم وطلعت في قفيش في صفحة الحوادث؟ يا عم احسن، كنا نخلص منهم ونورث. نورث؟ انت مفيش في دماغك غير الورث والفلوس. مي كده اوفر. سولي انت اللي اوفر. في ايه؟ اخوات؟ اخواتي وانا ايه، ابن عمكم ولا جاي منين انا؟ قول لي بقى يا حسين عن اكتر موقف ضايقك في شغلك ايه؟ حاجة تفرقع على فكرة، المواقف كتير، بس كان في موقف يخشك. انت بتقول يخشني؟ اللي هي يخصني يعني؟ انت كده عجزت يا حسين؟ فاكر البت شاروخ الطويلة اللي كان اسمها كان اسمها بشاندي؟ شاندي شاندي، وكانت شاروخ. البت دي كنت براقبها وبراقب كل تحركاتك انت وهي، واروح اقول لشولي، لا مش شولي، بروح اقول لكاميليا ولا الميل مي ولا انجي، لانجي بروح اقول لانجي كل تحركاتك انت. وانا بلا فخر كنت بصور شاندي، برج خليفه القنبله الموقوده، كنت بصورها كل الصور، الصور لسه عندي في البيت 4 و6 وكروت بتابعها كل يوم. صح يا حسين؟ ايه؟ هشام؟ هشام حاف كده يا حيوان؟ انا اسمي هشام؟ لا! لا! ايوه حسين! خلاص! هشام باشا دي كان زمان! ارجع لاصلك! ارمي الكرباج من ايديك يا استاذ! من هنا ورايح حسين بس! بقى انت يا حسين كنت سبب المشاكل والنكد اللي كنت فيهم انا وانجي. طب بدل ما كنت تعمل كده كنت تعالى قول لي، انما تتامروا عليا انت والعبيط ده. بصراحة يا علي انا كنت عاوز اطيرك واركب انا مكانك عشان البت كانت شاروخ. يا جماعة في حاجة هتفرقع بقول لكم، وبعدين صلوا على النبي المار. هو انت نسيت يا علي؟ ما انت برضو يا حبيبي كنت بتراقب الواد شريف وبتروح تقول لمراتاته الاثنين بأمارة ما كانوا بيدوله بالجزمة، ولا انت نسيت؟ ايه؟ متشكر قوي يا نبيل انك قلتلي كده يا حسين، كده تعمل كده في اخوك شعبان، وانا اللي كنت بقول عليك صاحبي وعكازي لما اكبر، اتاريك خاين. ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ عيب. ايه ده؟ ايه ده؟ ما تعملش في نفسك كده. مش انت اللي كنت عامل فيها الواد الحبيب وبلتنا بجوز العوانس المعفنين دول؟ كنت هعمل ايه؟ هستناك لغايه ما تبلينا بالثالثه. خلاص خلاص لقيتوا كلكم جواسيس وبتراقبوا بعض وخلاص مقطعين السمكه وديلها، فالحين بس كنتوا محسسين ان انا الواد الفلاتي اللي مفيش زيي عشان شغال في الوسط الفني.
شخص على معرفتكم. بقى كده يا حسين، وانا اللي كنت معتبرك من العيلة تطلع الخاين العميل الجاسوس. اطلع برا بيتي. مش طالع، مش طالع الا ما اكل العقيقة الاول. ايزي ماني ايزي ماني، الطحينة بقى طعمها هاني. يا جماعة الحفلة دي منبور عليها ولازم تتلغي. ليه بقى؟ خير ان شاء الله. جده مسك في خناقة مع صحابه. يا نهار اسود، هو في ايه يا جماعة؟ انا مش فاهم على فكرة، انا اتخنقت من البيت ده. يا عم ده شكله بيت اشباح، والحفلة المنحوسة دي مش هتتعمل ابدا. عنها ما اتعملت، ويلا مش مهم تعبي وشقي يروح كده. انا مش فاهم في ايه، يعني احنا كل شوية نشيل ونحط وخناقة كل ثانيتين. انا هدخل اطرد كل الناس اللي جوه دول، وعلى فكرة بابا وماما انا متبري منهم. I don't care. بالنسبة للميراث مش عايزه. وماني ستوكن. مايوي انا لو رحت اندونيسيا هكون نفسي اسرع. اندونيسيا تي بس يا عم سولي، اهدى بس، ربنا سهل كده ونشوف هنعمل ايه في القصه دي. ما احنا كنا قاعدين يا عم عمر وهادي يا زبادي وبندندن. بلا هادي بلا زبادي، يلا يا جماعه لموا الحاجه، مفيش حفله. قضيت. بحبك يا صاحبي من وانا لسه بقى بيه. انا من كام سنه كده تقريبا. يا جماعه يا جماعه تهدوا بقى، حصل خير. اللي انتوا بتتخانقوا عليه ده حصل من زمان، من زمان قوي قوي قوي، ودينا اهو متجمعين ومشايزين والحمد لله لسه عايشين. اصل الضربه لما بتيجي من القريب بتوجع قوي. زي دي؟ اي اي اي، انتوا عايزين تسرقوني، انتوا حراميه. عندك حق يا وائل، محدش بيتوجع قوي غير لما بيتضرب قوي. انا قلبي ليه حاسس قوي بالشكل ده؟ ما تحسيش قوي يا بنتي عشان اللي في بطنك. خلاص يا عم ما تزعلش منا حبيبي. وبعدين يا علا انا قاعد في بيتكم من الصبح، لا كلنا ولا شربنا ولا حتى في بنات حلوه جت قعدت على رجلينا ولا حاجه. الشاك ماشي يا حسين، انا مش زعلان منك ولا حاجه، هي كده كده انجي كانت بتنكد عليا من غير حاجه. وما تزعلش مني انت كمان يا شريف، انا بس كنت مش طايقك لانك انت بتتجوز براحتك وانا لا. خلاص خلاص يا حسين خلاص، انا مش زعلان منك. عارف ليه؟ عشان انا مش فاكر اصلا احنا كنا بنتكلم في ايه. خلاص يا اولاد بقى خلاص، طالما احنا مش فاكرين نصفي نفوسنا وننسى اللي فات. احنا برضو في الاول وفي الاخر عشرة يا عم. انا قلبي ليه؟ لا كده، لا كده، لا كده، نزعل بقى. انا مش هحضر الحفلة دي. احسن غير لما حسين يعتذر من الاول. هي ايش حسين تاني؟ حسين حاف كده حيوان. انا اسمي احمد. وشح كده حاج بعد اذنك. انا ايوه وشح كده. حاسب حبيبي حاج. ما جاتش فيا. انا بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي، اخويا وحبيبي في الاوجع طبيبي. الله الله الله، هقتلك دلوقتي. حلو، انا بالنسبه لي ممكن ابني بيت في اندونيسيا، انا هفتح محل كوتش. يا جماعه اتصالحوا اتصالحوا، رجعوا الحفله تاني، انا رايحه نادي الناس. والله العظيم انا تعبت. لا يجوا هما بقى يظبطوا في الحفله. ده ايه لعب العيال ده؟ يا جماعه بقول لكم يلا بسرعه، ابوس ايديكم نروح نرجع كل حاجه مكانها قبل ما يرجعوا في كلامهم تاني. بس احنا وقفنا كل حاجه خلاص، والناس لمت الحاجه وبتمشي. هم في ايه يا مين ويا مالك يا عم؟ في ايه؟ انا مش في... يعني احنا مش داخلين مهرجان كان يا حبيبتي، يعني ما نعمل اي حاجه. ده لو الاستاذ عايز يتابعوه في شخصيا هنا مش هنعمل كل ده. طب معلش انجزوا يا جماعه، نجمع الناس اللي جوه دي كلها وخليتنا تعدي على خير.